مرحبا برج الحمل، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. القراءة راح تصلح حق الطالع الشمسي وأيضا القمري. مثل ما وعدتكم هاي القراءة راح تكون مفصلة. عندنا مجموعة المنفصلين والعزاب وأيضا المرتبطين ما عدا العلاقات الثلاثية، لأن أحس أن تحتاج قراءة لحالها. إن شاء الله يسعني الوقت وأسويها بعدين خلال الشهر. أول شيء كل مجموعة راح تحصل 3 أسئلة وثلاث أجوبة. نبتدي بمجموعة المنفصلين. أول سؤال، ما هي مشاعر الشريك تجاهك الآن؟ 4 الأكواب، احتمال أنك تتعامل مع برج الشريك من برج مائي، عقرب، حوت، سرطان. شريكك كأنما ما بقول لك فقد الأمل، ولكن فقد الأمل فيك أنت، قاعد يحاول يوجد طريقة ثانية للتواصل معك. أحس أنه خذلك وايد، تعبك وايد، عنده إحساس بالندم، عنده إحساس بأن أنا قاعد أغلط يا برج الحمل، بس ما عندي قدرة على السيطرة على أفعالي. فحين نشوفه يحاول يتواصل مع أحد من معارفك، من الأهل، من الأشخاص المشتركين اللي بينكم، عشان يقنعه أنه يفاتحك بموضوع الرجعة. يعني حسك أن أنت رافض. الغصن الأول، في شيء، في طاقة هني تقول لي أنه راح حل الأخير راح يكون استخدام وسيلة ضغط، أو كأنما ما بقول لك وسيلة ضغط إلا إذا كان شريكك ما عنده مشكلة يتعامل بالأسلوب الجاف، ولكن يحس إنه إذا تقطعت به السبل راح يتعمد إنه مثلا إما يلوي ذراعك، إما يضغط عليك عن طريق يستخدم شيء، يستخدم ضدك مثلا الأشخاص، المعارف اللي شفناهم هني، الأبناء إذا بينكم أبناء، أسرار يعرفها عنك. لكن أشوفك أنت هني يا برج، هو يحس إن أنت المتحكم وأنت عنيد. الإمبراطور، هذا كرتك أنت يا برج الحمل، مشاعره الحين تجاهك يتخللها، ترى يحس إن هو مو قد مقامك، يحس إن أنت اللي مثالي، انت اللي كنت صح، انت اللي كنت على حق، ولكن هو ما عطاك حقك، هو اللي غلط، هو اللي قصر. كان ما حين قاعد يحاول يشوف طريقة يعوضك فيها، ولكن شلون تعوض الامبراطور؟ الامبراطور اوريدي يملك كل شيء، التعويض بالنسبة له جدا صعب. زين، فنختصر هاي السؤال ونقول مشاعر تجاهك قاعد يطغي عليها الشعور، الاحساس بالندم وقلة الحيلة. قاعد يقول إذا ما قدرت عن طريق أسلوب الماء اللطيف راح أحاول حتى أني أستخدم أسلوب الضغط أو التلاعب بالمشاعر. السؤال اللي بعده، هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا 8 الخماسيات. شريكك بحث عن بدائل، مو بديل ولا بديلين، حاول كذا مرة أنه يوجد بديل لك، ولكن صعب أنك تستبدل الإمبراطور. الإمبراطور هو ملك الملوك، شلون راح تنزل من مستوى جدا عالي؟ أنت أشوفك يا برج الحمل معاييرك جدا عالية في طريقة تصرفك، طريقة أنك دائما تتصرف صح مع الشريك، ما يبذر منك أي شيء غلط، ما تقصر معه، فما قدر يستبدلك. كل شخص بالنسبة لك قارن فيك أو حاول حتى أنه يواصل معاه كان بمثابة انه هو خطة بديلة، ولكن ما يقدر يعوض مكانك. فللأسف ان الحين اكتشف هاي الطريقة، لان احس ان هني في الغصن الاول انت كشفت لك الحقيقة، كشفت لك حقيقة احتمال ان شخص يخون، او شخص مو جاد معاك، مو صادق معاك، ما قاعد يحط لك الاولوية. فهو هني مو راضي بالانفصال، ولكن كأنه قاعد يقول أنا مستغرب شلون برج الحمل صبر علي كل هالوقت وتحمل مني كل هذه الأشياء، شلون ما تحرك. عندنا هني الرجل المعلق، شلون ما تحرك قبل؟ أنا لو كنت مكانه كان سحبت عليه، أو كان سحبت وانسحبت من العلاقة أسرع وقت ممكن. كأنما هني هو مستغرب شلون انت صبرت عليه، شلون انت تحملت، لانه جرب غيرك وغيرك ما قدر يتحمله.
غيرك ما قدر يستمر معه. هذه طاقتك أنت أيضا، احتمال أنك تتعامل مع برج الأسد أو برج القوس في حياتك. عندك ملك النار، احس أنه هو اللي أصبح الحين ضعيف ومحتاج لك وعرف قيمة نفسه، وأنت اللي الحين أصبحت مستقل وقوي وتجذب الانتباه، تجذب النظر، كل الناس ينظرون لك وكل الناس أيضا يشوفونك أن أنت اللي صح. عقب هاي الانفصال انكشفت ترى الحقيقة للناس أن أنت اللي صح. فهو مو سعيد ولا راضي، لكن أشوفه مستحي وقاعد يفكر شلون راح يعرض عليك أو يفتح معاك الموضوع مرة ثانية. آخر سؤال، ما هي خطوته القادمة معاك؟ خمسة السيوف، طاقة إذا كان في بينكم حضانة حضانة الأبناء، إذا كان في ممتلكات أو أشياء يقدر هني يستغلها ضدك، يضغط عليك فيها نفقة مثلا، عطني اللي عطيتك إياه، أو مثلا راح أظل أتكلم بين الناس لحد ما أحصل منك يا برج الحمل على ردة فعل، لحد ما تشيل عني البلوك وتكون مستعد إنك تسمع مني. هذه خطوة القادمة، راح يتصرف شوي بطريقة طفولية غير ناضجة. أو تسعة الأغصان، هاي أنت، أشوفك أنت اللي كأنما ما راح تكون مستعد إن تسمع منه أو حتى تثق فيه. هو راح يحاول، عنده كذا استراتيجية. أول شيء راح يبتدي باستراتيجية اللين، استراتيجية إنه يحاول يفتح معك باب، يبتدي معك صفحة جديدة. لكن إذا ما صار ترى راح يغير أسلوب هذا الشخص. ملكة الأرض، لكن أحس إنه في النهاية ما راح يقدر يضغط عليك، لأن يعني وجود عندك تسع الأغصان، كرز قوي، كرت يمثل الصمود الثبات، إن أنت ما تقدر تتخطاني. فبعدين راح يرد يرجع يحاول يراضيك هني، مو يراضيك بالكلام، هني أشوف كلام، طاقة كلام. هني راضيك، عندنا ملكة الأرض بطاقة الهدايا، الاهتمام، يتصرف مثل ما أنت تبي، يحصل على موافقتك قبل ما يسوي أي شيء، يبي يثير إعجابك، يبي يراويك أن أنت، أنا حين أعرف قدرك، أنا حين راح أهتم فيك، الحين ما راح أسمح لأي أحد يغلط عليك، راح أهتم فيك مثل ما تهتم ملكة الأرض مثلا بالجواهر، أغطيك، أداريك، أعرف وين أحطك وأعرف وين قدرك. هذه خطوة القادمة. المجموعة اللي بعدها عندنا مجموعة العزاب. أول سؤال، مواصفات الشخص القادم في طريقك. ثمان السيوف، هذا الشخص عنده مشكلة مع مجتمعه، مع أسرته، مع الثقافة اللي انولد فيها. مثلا أسرته أو مجتمع محافظين، هو متحرر، أو العكس، هم متحررين هو محافظ. يأتي من أسرة عنده معاها خلافات، احتمالنا برج هوائي، دلو، ميزان، جوزاء، أو حتى أرضي. يبحث عن مستقبل أفضل لنفسه، طموح ولكن صادق ترى، يعني مو قاعد مجرد يبحث عن التحرر، يبحث عن شريك يفهمه. هو حين طالع من هاي البيئة اللي مو عاجبته وداخل في بيئة يريد أن يبحث فيها عن شخص يفهمه، ما يحكم عليه، مستعد أنه يعمل معاه مو ضده. عنده مشكلة أيضا أحس هني، ثقة في الناس، ما يقدر يثق في الناس، عنده شك، مبعد نفسه عن الناس، صاير مو اجتماعي، مر بأشياء مو لأن هذه طبيعته. متوجه نحو اللوفرز، العاشقين، احب المتع في الحياة، أي شيء في متعة، المغامرات، السفر، الأكل، الوناسة، الاستمتاع بشكل عام مهم جدا لهذا الشخص. الحياة الذهبية، الحياة الوردية، الحياة اللي كل أغلب الناس يتمنونها، اللي ما فيها تعب وايد، مشقة وايد، فيها استمتاع أكثر، جمال، يبحث عن الجمال. فنصيحة لك يا برج الحمل، حول هذا الشخص بما أنه هو يبحث عن الحياة الذهبية، لازم تكون أنت أيضا مثل طموح، شوية متحرر، أو خلينا نقول تهتم بشكلك، تهتم بشكلك وما يهمك رأي الناس، لأن أشوفه هني طالع من بيئة مفجر فيها الأعراف والعادات والتقاليد، مو مهتم برأي الناس. احتمال كبير، خلينا نشوف السؤال اللي بعده، وظيفته وشكله. عندنا القوة، كرت القوة، في شيء يخص الجرأة في وظيفته، لأن وراء
كرت الشيطان، كرت برج الجدي، طلعت عندنا طاقة ترابية هني، وأيضا عندنا برج الجوزاء وعشر الأغصان. في شيء الآخرين يعتبرون عيب أو حرام، أو هذا الشخص مشغول جدا في عمله، عليه الكثير من الطلب، ولكن مجال عمله شوي رمادي، لا أبيض ولا أسود، يعني في شبهة. مثلا هو يعمل في بنك ولكن البنك ربوي، معاملاته غير إسلامية. مثلا يعمل في مطعم أو يدير مطعم ولكنهم يقدمون الكحول، أو في فتيات يرقصون، أو يعمل في فندق، مثلا في الفندق هذا يقدمون الكحول. في شيء هنا يخص الشيطان، يخص أنه ما عنده مشكلة، لأنه متحرر شوي، ما عنده مشكلة من أجل الأموال أنه يتحمل نوع من شوية آثام، حتى لو هو نفسه اللي كان مسؤول مثلا عن تقديم المشروبات الكحولية، ولكن هو موجود في هاي البيئة، هذه بيئته، بيئة محاطة بالكثير من الإغراءات، الفتيات والمشروبات الكحولية. يمكن أنه يعمل أو يشتغل أو هاجر إلى دولة أوروبية جدا منفتحة، فصار معجب ومستانس بهاي البيئة، خرج من البيئة القديمة، دخل في هاي البيئة. انزين، آخر سؤال، كيف تتصرف معه؟ طبعا إذا أنت شخص هاي طاقة، إذا أنت شخص متدين، راح يكون في كونفليكت أو صراع، نزاع بينك وبينه، لأن هني ما أحس أنه عنده طاقة توجه إلى التدين مرة أخرى. مواصفاته الشكلية، جذاب، عنده كاريزما أكثر من مو الجمال نفسه، جميل ولكن الكاريزما، جذاب، يلفت الانتباه، ويحب الانتباه أيضا، يحب أنه يلفت انتباه الآخرين ويشوف أنهم معجبين فيه. خلنا نشوف كيف تتصرف معاه. هذا الكرت ما له اسم، ولكن وقفتهم تمثل وقفة العاشقين، وهنا عندنا سبعة طيور فوقهم، فكأنما أحس رقم سبعة دائما يعني الانتظار مع هذا الشخص. لازم، خصوصا إذا كان من برج هوائي، لازم جدا تطول بالك، الأبراج الهوائية صعب، خصوصا والجدي بعد عندنا هني، والأسد عندنا هني بعد، في أبراج صعب إنك تتحكم فيهم وتقنعهم، حتى لو كنت أنت تشوف صح، محتاج الكثير من تطويل البال والحب والبارد الطويل مع هذا الشخص عشان تأتي جهودك بثمارها. خمسة السيوف، لا توقف على الحبة، أو لا تحاول تغيره بشكل مباشر كذي دايركت على طول يصير بينكم صدام، لا، هذا التصرف غير منصوح فيه من قبل التارو، لأن تشوف عندنا البرج كأنما يقول لك هذا الكرت عند هذا الشخص، إن هذا الشخص راح ينضج، يتدين أو يتحرر أو whatever السلوك اللي تشوفه منه معاجبك، هذا الشخص راح يتغير في وقته الخاص، ما راح ينضج لأن أنت طلبت منه أنه ينضج، ما راح يتغير لأن أنت طلبت منه يتغير، ما راح يرجع حتى إلى الوطن وقت اللي أنت تطلب منه، راح يظل كأنه، أحس أنه راح يظل على طريقة مع تغييرات بسيطة في الطريق. فلا تحاول، البرج راح يقع لأن وقوعه يكون بسبب تدخل إلهي أو سبب ظروف، خلينا نقول خارجة عن سيطرتك يا برج الحمل، فلا تحاول تسيطر على هذا الشخص، تمسك البرج انه ما يطيح، البرج راح يطيح في كلا الحالتين، فخله يطيح وانت على الاقل عندك حليف، او انت على الاقل ما تتعب نفسك انك تتحكم بالامور. احس ان هني لحظة خروج الامر عن يدك، توجه هذا الشخص مو بيدك، مثلا لو هو كان هني مثلا ما يصلي، تقدر تحاول معاه، ولكن محاولاتك خلها تنبع من الحب، مو من النصح والشدة والتخويف، لا، طاقة العكس، طاقة التفهم، الهدوء، لما يشوفك شخص تصلي مثلا أمامه خمس مرات طول اليوم وتصوم، تقوم بالتعليمات، تقوم بتعليمات دينك مهما كان دينك، أهو هني أنت تقيده عن طريق القدوة، عن طريق أن أنت مثال يحتذى به، هذه الطاقة اللي لازم تأخذها معك. أوكي، آخر مجموعة المرتبطين، أول سؤال لكم، كيف يراك الشريك؟ يراك عندنا الغصن الأول إيس أوف فاير، إن أنت مستقل، مستقل، شجاع، إذا بغيت شيء تروح تحققه، ما عليك من أحد، شجاع فوق كل شيء، شجاع تحقق الأمور، وفي نفس الوقت متعاون مع الآخرين،
متصالح مع الآخرين، تحب عندك رحمة مع الناس، انزين ما تفكر بأنانية، تفكر بعناد بس مو بأنانية. أربع الخماسيات. شريكك يقول لي هني حتى لو كان برج الحمل ما يملك الكثير من الأموال ولكنه كريم بعطائه، كريم بعطائه، عطائه في جهوده في وقته. أيضا هني كأنه قاعد يقول لي برج الحمل لاحظته في الفترة الأخيرة صار ما يثق بالآخرين بسرعة، يحذر منهم، دائما يكون على وجل أن لا حد يأتي في حياتي يدخل ويكركبها. هذا مو شيء سلبي ترى، أنت هني تمثل كأنما خط حماية، لأن هاي الكرت هني صاير خط حماية لشراكتك. السؤال اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ ثلاث الأكواب، أنت شريك داعم وناصح ومحب، ونيتك دائما، أفعالك دائما حتى لو شريكك ما يتفق معك فيها ولكن تأتي بنية صافية، تحب الناس والناس يحبونك، اجتماعي، هذه من نقاط قوتك، أن أنت بسرعة تنحب. النجمة، متفرد، مو متوفر، مو الشخص اللي يمر عليك وايد منه ومتوفر، لا متميز، متفرد، طاقة الجوهرة، طاقة النجمة، طاقة برج الدلو، تميز. أو خلينا نقول هني تعرف شلون تكون قدوة لهذا الشخص في مناطق معينة. عندنا هني كارت برج الشيطان الإيجو، طلع أيضا هاي الكارتين كأنه، أو هذا الكارت بس، طلعوا في قراءة العزاب، معناته في طاقة مشتركة خلال هذا الشهر. برج الحمل، من نقاط قوتك مع هذا الشريك لما هو يكون مشوش، لما هو يكون عرضة للابتزاز، عرضة ان احد يدخل بيكم، يدخل بينكم، ان هو يسوي شيء غلط ويدفع ثمنه، انت توضح له الطريق. يعني دائما النجمة هم اللي ياخذون هالبحارة ويستدلون بها على طريقهم في البحر، في عرض البحر. انت هني تبين له الطريق، ترشده، الصوت اللي داخل إذنه ترشده إلى الصواب لما يكون ضايع، لما تتشابه عليه الأمور، تتشابه عليه الأشخاص. آخر سؤال، كيف التوافق بينكم لشهر 8 شهر أغسطس؟ سبعة الأكواب، هني امتداد لهاي الطاقة، أن أنت المرشد وهو اللي شوي يتشتت أو على وشك أنه يغلط شريكك، خصوصا إذا كان من الأبراج المائية، حوت، عقرب، سرطان. شريكك هو اللي شوي مشوش او في تغيير قاعد يصير في حياتكم انتو الاثنين، قاعدين تدخلون في مرحلة جديدة، هو عنده تخوف، هو ما عنده ثقة، لان هاي المرحلة تشوفها جديدة راح تنفتح امامكم. هو اللي عنده خوف، انت بالعكس متشجع ومستانس ومتحمس. ملكة الاكواب، اوكي، والاجتماع، هذا الشهر راح يجمعكم او يقوي علاقتكم مع بعض. زين، راح تكونون اقرب، او على الاقل حتى الانسجام بينكم اكثر، التفاهم بينكم اكثر. طاقة الماء مع كرت برج الجوزاء وهم العاشقين، راح تكونون مو شرط فقط عاشقين ولكن جدا منسجمين، منسجمين. يعني مثلا إذا أنتوا زواجكم مضى عليه 5 سنوات، لأن عندنا هذا الكارت هنا رقم 5، فراح يكون في انسجام جميل، انسجام جميل. وكأنما أحس إما أنت أو شريكك يعتمد على الجنس، هني راح يكون في استعداد أكثر للمرحلة القادمة، كأنما هني محاولة للحمل أو متحمسين إن راح يكون في حمل في العائلة، وفي واحد متخوف، توقع هو شريكك اللي متخوف، انت اللي مستعد وقاعد بالعكس تدفع هذا الخط او هذا الحلم عشان يتحقق. اوكي عزيزي برج الحمل، هذه كانت